رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولي عبد العزيز استقبل كذلك السيد صالح والحنانة رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني الذي أدلى بعد المقابلة بالتصريح التالي. طبعا هي مقابلتي مع فخامة رئيس الدولة، تحدثنا حول أهم ما يقع المرحلة الحالية وما يفكر فيه هذا المجلس بخصوص المصلحة الوطنية العليا، وأعتقد أن الجوانب الأساسية فيما يخص هذه الأمور كانت حاضرة في تفكيره وحاضرة أيضا في نقاشنا، واستطعت أن أرتب منها خلاصة سأعرضها على الحزب إن شاء الله ليتخذ موقفه بشكل نهائي قريبا إن شاء الله.